اخوان السلام عليكم، كيف حالكم؟ بغيت نشارك معكم الاخوان واحد المعلومه بالنسبه للناس اللي طالعين لايطاليا بكونترات، بطبيعه الحال بالفيزا بكل شيء غادي يهبطوا قانونيا في شي مطار من المطارات ديال ايطاليا، ميلانو، بولونيا، روما، بيرغامو، الشمال ولا الجنوب، اي مطار في ايطاليا، وغادي يطبعوا لهم بطبيعه الحال الدخله في الديوانه. شتو هذيك الدخله الاخوان؟ شتو هذيك الطبعه ديال الديوانه ديال ايطاليا؟ هذيك احتفظ عليها وما تضيعها ما والو، واخا يوفاك الباسبور هنا في ايطاليا وانت في حاله ما كنت داخل بكونترا يعني محدوده موسميه بلا اوراق بلا والو، واخا يوفاك الباسبور تمشي للقنصليه وتصاوب باسبور اخر، احتفظ على الباسبور اللي كان عندك فيه الطبعه ديال النهار دخلتي هنا للمطار ديال ايطاليا. علاش؟ حقاش الا بقيتي بلا اوراق وتفتح قانون السناتوريه هذيك هي احسن بروفا، احسن بروفا، وهي طبعه ديال المطار نهار دخلتي النهار الاول. كيف ما قلت لك، واخا يوفاك الباسبور احتفظ على هذيك الطبعه، راه هي البروفا اللي مزيانه الاخوان. وكنوصي اي واحد، حتى الناس اللي هما باغيين يجيو لايطاليا حقاش عندهم في الفيزا ايطاليا ديريكت وباغيين يمشيو اسبانيا ولا بلجيكا ولا فرنسا، كل واحد فين باغي يمشي، احتفظ على هذيك الطبعه فاش تدخل ايطاليا ان شاء الله، فاش غتفتح ان شاء الله السناتوريا قانون تسويه اوضاع المهاجرين غير الشرعيين، احسن بروفا وهي هذيك باش تبين لهم بانك راك كنتي ديجا في ايطاليا في هذاك التاريخ. فهمتوني اخوتي؟ واحد المعلومه اخرى بغيت نشاركها معكم، واحد الاخ سولني قال لي انا غادي نطلع بكونترا وغادي نمشي عند الباترون وكل شيء غادي يريقلني وغادي نبصم ان شاء الله، واش ممكن انني نرجع للمغرب وباقي ما تيراش غير بصم وعنده لا ريتشيفوتا؟ من طبيعه الحال ممكن انه يرجع للمغرب في حاله واحده فقط، الا كانت عنده واخا ريتشيفوتا يعني وبصم وكل شيء، في حاله واحده فقط، الا كانت عنده الفيزا مازال صالحه مازال موفاش، في هذه الحاله هذه ممكن انه يرجع للمغرب. اما في حاله ما الا دفع وكل شيء وبصم وعنده لا ريتشيفوتا ديالو وفات له الفيزا، ما يمكنش له يرجع للمغرب حتى يتيري البرميسو دي سوجورنو ديالو الاخوان. فهمتوني؟ يعني عندك الفيزا مازال صالحه وعندك ريتشيفوتا ممكن انك تمشي للمغرب وترجع، وفات لك الفيزا واخا عندك ريتشيفوتا وبصمتي وكتسنى بيرميسو دي سوجورنو، ما عندكش حق انك تمشي حتى تيري بيرميسو دي سوجورنو ديالك. واحد الحاجه اخرى ثاني، بزاف الاخوان كيسولوا على هذاك السيت الجديد اللي دارت القنصليه باش انك تبقى تواصل معها. الاخوان بزاف قالوا بان لا راه غير ايميل. من طبيعه الحال انت فاش كتسجل وكتحصل على الام ديالك كترسل لهم ايميل بالاسم والنسب والرقم ديال التليفون ديالك والكود ام ديالك، وهما كيجاوبوك كيعطيوك الموعد من طبيعه الحال فاش كيكونوا مواعيد. اما السيت الجديد هو لمراقبه الطلب ديالك والدوسي ديالك فقط، يعني راه ماشي شي حاجه اخرى، انت كترسل لهم ايميل باش هما يجاوبوك يعطيوك الموعد، اما السيت الجديد كتشوف فقط وكتراقب الطلب ديالك. فهمتوني اخوتي؟ يعني كان شي مشكل ولا شي حاجه ولا كان عطاوك موعد كيكتبوا لك تما، غايجيك ايميل وغادي يكتبوا لك في السيت الجديد الموعد، ولا كان عندك شي مشكل كيطلع في السيت الجديد اللي تقيدتي فيه، كتقيد فيه بالاسم والنسب ديالك والرقم ديال التليفون باش تسجلتي النهار الاول، وكدير الكود الام ديالك وكتبقى تراقب الطلب وكتشوف شنو كاين، اي حاجه كانت كتكتب لك تما، زوينه ولا خايبه كتكتب لك تما، كيطلع لك الموعد، كتطلع لك حتى الكونترا في حاله ما الا كانت مثلا ما صحيحاش مزوره ولا شي حاجه. الاخوان تهلاو ليا فروسكم والسلام عليكم.